ألف ألف مبروك يا بنت السفن. طبعاً أنت فزتي بالمركز الأول، وهذا بسبب التزامك ومثابرتك، وأتمنى أن باقي البنات يأخذونك قدوة. ألف مبروك. ها قولي لنا وش ناوية تسوين بالجائزة؟ أشري السيارة المحلي جنبنا. نعم؟ أشتري سيكل محل جنب بيتنا، بس طبعا من دون كفرات اللي ورا لأني عارف أسوق. يعني مو من الأحسن نتبرع بمبلغ الجائزة لمثلا أخواننا في فلسطين؟ طبعا انت عارفه ان السيكل مو للبنات، خصوصا البنات المؤدبات المؤمنات اللي يخافون على روحهم وعلى شرفهم. بعدين انا ما اعتقد ان اهلك بيوافقون. خلاص احنا بنتبرع بالجائزه تحت اسمك، وبعون الله تنالين الثواب. شكرا وجده، تقدرين تروحين الحين. خلاص بنات تقدرون تروحون الحين. بس الظاهر ما في فايدة. تحسبين إنك تقدرين تسوي اللي تبينه وما حد يدري عنك؟ تصرفاتك الغبية هذه بتطاردك طول عمرك. تقصدين زي حراميك الوسيم؟